أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. والله لا آخذ أخي بسوء الظن، ولا أغلق بابا للمصالحة فتحه أمامي. اكتبوا إليه أنني قبلت دعوته، وسأذهب إليه إن شاء الله أول سفر. أريد عهد الله يا زبيدة أن تكوني الأم لكل من الأمين والمأمون، لا تناصري أحدهما على الآخر إلا بالحق. لن أخلع المأمون من ولاية العهد حتى يكون تحت يدي هنا في بغداد، مجردا من كنده بعيدا عن أنصاره في خراسان. لا تناصري أحدهما على الآخر إلا بالحق. والله لا أخلف عهدي، والله لا أترك المأمون يقع رهينة في يد الأمين ولو كان الأمين ولدي. لا أحبك أن تغدر بأخيك، ولا أحب أخاك أن يغدر بك، فلتسعى بكل السبل لإصلاح ما بينك وبينه وأنت في ولايتك، لا تخرج منها. أمك زبيدة بنت جعفر. عمر، ما بك يا عمر؟ لا أعرف يا فاطمة. عمر، من أنت يا رجل؟ وماذا تريد؟ بهور، ماذا جاء بك إلينا؟ مولاي، جئت أطمئن على إقامتكما في ضيعتي. أولما رأيتكما بين الأسرى أظهرت لكم العداد حتى تكون من نصيبي عند توزيع الغنائم والأسلاب. كيف وقعتما في الأسر؟ خرجنا نجاهد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله أفضل وسائل القرب إلى الله. أم لعلك نسيت الإسلام وكل شيء عنه؟ كيف ذلك يا مولاي؟ والله ما غاب الإسلام عن قلبي لحظة واحدة. سمعناك تقسم بإلهكم ديونيس. نعم يا مولاتي، وأصلي في معابده وأقدم له القرابين أيضا، لكن والله قلبي مطمئن بالإيمان. لقد قلت لي يا مولاتي قبل أن أغادر الحجاز إنه يجوز للمسلم أن يكتم إيمانه ويظهر خلافه اتقاء لعذاب ينزل به، أليس كذلك يا مولاتي؟ نعم يا بهور، نعم. وهذا ما فعلت يا مولاتي. أنت إذن لا تزال على إسلامك؟ ظننا أن دينك القديم اكتذبك إليه. بل دفعني إلى مزيد من الإيمان بالله الواحد الأحد. لقد حاولت أن أعلن إسلامي وأدعو له، لكنني لم أجد أحدا يستمع إلي، حتى حبيبة سيسيليا التي أحسن الظن بها لا تتصور أن تبتعد عن ديانة ديونيس. وكيف تستطيع أن تنجو بإيمانك وسط هذا الكفر؟
أجاريهم في بعض أفعالهم، وأفعل ما لا يثير الشكوك حولي. ما كان يجب عليك أن تأتي إلينا حتى لا تتعرض للخطر. لا تخافي يا مولاتي، لقد ربطت جوادي بعيدا عن الكوخ وجئت سيرا على الأقدام. خذ حذرك يا بهور ولا تأتي إلينا مرة أخرى. وعندما نحتاج إليك قل لنا كيف نبلغك به. بل سأعود إليكما كلما أستطيع. أريد أن أسأل عن دين الإسلام، أريد أن أستعلم عن أمور كثيرة لا جواب لها عندي. أنت صاحب الضيعة، إنهم هنا يعرفونك. أعرف كيف أتخفى حتى لا يعرفني أقرب المقربين إلي. غاب عنا نبع العلم فجئت أسأل، ما منعك يا شافعي هذه الأيام عن حلقتك في المسجد؟ وجود حلقتك يا ابن حنبل، إذا وجد الماء بطل التيمم. أستغفر الله، ليس هناك من يغني عنك يا شافعي، يا من جلست الإمام مالكا في حياته، كل من يدخل المسجد يفتقدك. والله ما شغلني عن حلقة الدرس إلا ما أكتبه دفاعا عن الحديث والأثر في مواجهة ما يردده علماء الكلام. أحسنت يا إمام، ورفع الله به ميزان حسناتك يوم اللقاء، ولكن لماذا لا تحدث الخليفة حتى يتصدى لبدعهم قبل أن تنتشر أفكارهم؟ الأمين مشغول بالصراع مع أخيه. الناس يتهمسون بذلك ويتوجسون شره. كلما أذهب إليه أنصحه باتقاء الفتن، لعل المأمون يجد هو الآخر من ينصحه ويخلص له النصيحة. ما أيسر النصيحة وما أصعب الأخذ بها. والله إني أخاف على الإسلام والمسلمين من صراع الأخوين أكثر من خوفي مما يصنعه أصحاب الفكر الهدام من أصحاب الكلام. سمعت أن هناك محاولات تجري لفض الخلاف بينهما. الناس يتشككون فيها ويسارعون إلى اقتناء السلاح استعدادا للقتال. أكثر من رجل جاء يسألني ما حكم بيع السلاح في هذه الظروف؟ وبماذا أفتيت في هذا الأمر؟ أفتيت أن العقد باطل ولا يترتب عليه التزام. بماذا تفتي إذن من يبيع العنب لرجل يغلب على الظن أنه يصنعه خمرا؟ أقول بنفس الرأي، العقد باطل ولا يترتب عليه التزام. وكيف تبطل عقدا تتوافر شروط صحته؟ أبطله سدا للذرائع وغلقا لأبواب الفتن والفساد. بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ولكن هل أنت على يقين أن شاري السلاح سوف يستخدمه لإثارة الفتن، وأن شاري العنب سوف يصنعه خمرا؟ لا أتيقن من ذلك، ولكن هذا الأمر يغلب على الظن في إطار الظروف والأحوال. أنا لا أتفق معك فيما تقوله يا ابن حنبل، إنما تبنى الأحكام على الظاهر، أما النية فمردها إلى الله وحسابها عنده، وهو يتولى الغيب. معذرة يا شيخنا، رأيك هذا يسقط من حسابه مصلحة الجماعة وأمانها، وهذا هو الأهم عندي. مصلحة الجماعة يا ابن حنبل في الوفاء بالعقود وعدم إبطالها بالنوايا. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. صدق الله العظيم.
فمتى توافرت شروط العقد لا يجوز إبطاله. الإمام مالك كان يأخذ بسد الذرائع، وكان يرى أن تحريم ما يؤدي إلى الحرام واجب حتى لو لم يكن حراما بذاته. أعرف جيدا رأي شيخي الإمام مالك في هذا الأمر، ولكني أخالفه وأميل إلى ما يراه الإمام أبو حنيفة وأصحابه من تضييق باب إبطال العقود حتى تستقر المعاملات بين الناس. مولاي، أعددنا للسفر إلى بغداد والركب في انتظارك لتبدأ الرحلة. أما زلت عند رأيك يا ابن سهل أن السفر إلى أخي الأمين مخاطرة لا تحمد عواقبها؟ ربما كان الخطأ في سوء ظني والصواب في حسن ظنك. منذ وصلتني رسالة أخي وأنا أقلب الأمر، يوما أرتاح للسفر وأقلق يوما آخر. لماذا لا تأخذ فسحة من الوقت حتى يستقر رأيك؟ ما أظنه يستقر يا ابن سهل. أسافر على بركة الله، وأنت يا ابن سهل من ينوب عني في خراسان حتى أعود. إذا قدر لي أن أعود. مولاي، رجل يطلب مقابلة مولاي. لا وقت لدي، دعه يقابل ابن سهل. قلت له إن مولاي يتحرك للسفر فألح على مقابلتك. هاته ليقابلني. الناس في هذا الزمان يحكموننا ولا نحكمهم. السلام على مولاي ولي العهد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حاجتك يا رجل؟ لا أتكلم ويسمعني غيرك. يا لجرأتك. دعاه لي، انصرف. معي رسالة إليك من زبيدة بنت جعفر أم أمير المؤمنين. لا أحبك أن تغدر بأخيك، ولا أحب أخاك أن يغدر بك، فلتسعى بكل السبل لإصلاح ما بينك وبينه وأنت في ولايتك، لا تخرج منها. أمك زبيدة بنت جعفر. أيها الحاجب، أيها الحاجب. أمر مولاي. أعطي الرجل 1000 درهم وأكرمه إفادته. الركب يا مولاي في انتظارك لتبدأ الرحلة. فليذهبوا إلى بغداد بكل الهدايا التي يحملونها لأخي الأمين، أما أنا فباق في خراسان لا أغادرها. ما الذي غير رأيك؟ أكتب لأخي الأمين تجدد البيعة له أميرا للمؤمنين، وتعتذر له عن عدم سفري إليه بظهور بعض الفتن في خراسان مما يحتم وجودي فيها. أمير المؤمنين يأمر واحدا من ولاتي فلا يستجيب له؟ لولا أنه أخي لكان لي معه شأن آخر. أخوك أولى بطاعتك يا أمير المؤمنين، أليس المعتصم أخاك كالمأمون؟ ومع ذلك لم يفكر في عصيانك أبدا. لا تنسى يا بكر أن أبي عهد بالخلافة إلى المأمون من بعدي.
ولكن المعتصم لم يدخل في شيء من ذلك. ليت المأمون يلتزم بالعهد، ولكنه يتعجل، يريد أن يسبق إلى ما ليس له. ولو أنك عذرته وسكت عنه لشجعت غيره من الناس على أن يفعل مثل ما فعل هو. ألا ترى أهلك من بني العباس يتطلعون إلى الملك ويتحينون الفرصة للوثوب على الخلافة؟ يا بكر، لا أريد أن أدفع الأمور بيني وبين أخي إلى حد القتال. أنت لا تريد ذلك يا مولاي، ولكنه هو الذي يريد ولن يسكت. نعم، لن يسكت حتى ينزعك من الخلافة ويجمع الأمر كله في يده. ماذا تقول؟ لقد انكشف الأمر يا مولاي، وما بقيت هناك فرصة للمدارات أو المصانعة، فإما أن تكون الخلافة لك أو لا، لا ثالث بينهما أبدا. تريدني أن أحشد الجيوش في مواجهة أخي؟ وماذا بوسعك أن تفعل وقد خلع طاعتك وأخلف العهد الذي بينك وبينه؟ إذا بدأت الحرب فلا نعرف كيف تنتهي. بل هي تنتهي ساعة ما تبدأ. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. إذا استطاع المأمون أن يحشد رجلا حشدنا 10 رجال، وإذا أنفق دينار أنفقنا 100 دينار. وقبل كل ذلك أنت الخليفة، الخليفة الذي بيعه الناس. القوة لك والحق معك، فماذا بعد ذلك؟ ما تقوله يرضاه العقل ولكن القلب لا يرتاح له. أليس هناك طريق غير الحرب؟ إذا كان مولاي لا يرتاح إلى القتال فليس لنا أن ننادي به أو ندعو له. كل ما تفعله يا مولاي أن تخلع المأمون من ولاية العهد وتعهد بها إلى ابنك موسى، وكفى الله المؤمنين القتال. لن يقبل المأمون ذلك. أنا أعرف بأخي، سوف يقاتل دفاعا عما يراه حقا له. إذا بدأ القتال فهو الباغي، وعلى الباغي تدور الدوائر. أفتنا يا إمام في مسألة اختلف فيها الفقهاء. رجل عنده إناءان، أحدهما به ماء طاهر والآخر به ماء غير طاهر، وهو لا يستطيع التفريق بينهما ولا يجد ماء آخر، فكيف يتوضأ؟ وماذا كان رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله؟ أبو حنيفة أباح إلى الرجل بأن يتحرى ويعمل بما وصل إليه اجتهاده. وماذا كان الرأي في مذهب الإمام مالك رحمه الله؟ يتوضأ من كل إناء منهما ويصلي، فما رأيك أنت يا إمام؟ إذا كان الماء في أحد الإناءين طاهرا باليقين فهو في الإناء الآخر غير طاهر أيضا باليقين، فالرأي عندي أن يريق الماء ولا يستخدمه، يتيمم ويصلي إن شاء الله. مذهبك يا إمام نراه مرة أقرب إلى التشدد ومرة أميال إلى التيسير، فكيف يجتمع عندك الاتجاهين؟ فيما يتصل بالعبادات كالطهارة والصلاة أتشدد، لأن العبادة حق الله نلتزم فيها بما شرعه الله سبحانه وتعالى، أما المعاملات فتجيء لصالح الجماعة، تؤخذ المصلحة في الاعتبار بما يحقق التيسير على الناس في حياتهم. ماذا تفعل يا هذا؟ أكتب ما سمعته منك. لا تكتب عني إلا ما أرويه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرأي عندي فلا تكتبوه، فلا آمن الصواب فيه ولا أضمن الرجوع عنه. يا إمام ابن حنبل،
يريد أن نعرف رأيك في النزاع بين الأمين وأخيه المأمون. لا أحب أن أشارك في هذه الفتنة بقول أو بفعل. أين ترى الحق فيما يفعله كل منهما؟ لا أرى حقا، إنها دنيا تصارعان عليها. والله لو لم يكن لأحدهما غير الخلاف مع أخيه وقطع رحمه لكفاه ذنبا. كيف تترك صراعا كهذا ولا تدلي برأي فيه؟ لو دعوت لمناصرة واحد منهما لرجحت كفته، فالناس يرون الحق فيما يقوله الإمام ابن حنبل. مالي وأمور السياسة والحكم، إنما يشغلني أمر الدين عن الدنيا. ألا ترون ما يفعله أصحاب الكلام؟ ينقضون عرى السنة ويروجون للبدعة، بينما الأخوين يتصارعان على كرسي الحكم. كيف أنت يا ابنتي؟ وكيف حال زوجك؟ أحمد منقطع للعلم والدرس، وأنا مشغولة بالغزل نستعين به على العيش. أليس عندك غير هذا الثوب؟ ما جئت أزورك إلا وكنت تلبسينه. بل عندي ثوب آخر يا أمه. ثوبان، ثوبان كل ما تملكين. أحمد الله، أحمد الله على نعمته وأسأله أن يديمها. كيف حال درة؟ أختك ما تزال تقيم عندي حتى يستكمل ابن داود دارهما الجديدة عند ضفة الفرات. لقد وجدت في زوجها ما تحلم به من ثراء. إنها تكاد تطير من الفرح من فرط سعادتها. إنه لا يدخل عليها إلا بأكياس الدراهم. قبل أيام جاءها بعشرة أثواب وخمسة نعال. بارك الله لها وله. كنت وابن حنبل تعارضان هذا الزواج. حسبنا ذلك لصالحها. أرجو ألا يكون في صدرها شيء من ناحيتي. درة إنها تحمل لك كل حب، ولكنها عاتبة على ابن حنبل لأنه يعرض بزوجها ابن داود في مجالسه. هل نصحته بأن يكف عنه حتى لا يفسد ما بينك وبين أختك؟ لا يا أمي، أنا لا أستطيع أن أحدثه في أمر كهذا. فليتركه وشأنه حتى لا يقال إنه يغار منه. بل يغار على دين الله. لو أراد أحمد متاع الدنيا لاقترف من النعيم ما يشاء، ولكنه يريد متاع الآخرة. فليكن لكل واحد منهما رأيه ولا شأن للآخر به. لا يستطيع زوجي أن يسكت وهو يرى أبواب الفتن تتفتح. لو أنها فتن تتصل بمصالح الدنيا لهان أمرها، ولكن الفتنة تتصل بمسائل الدين ولا يمكن السكوت عليها. تتحدثين وكأن ابن داود كافر أو فاسق. لا يا ابنتي، إنه يحفظ القرآن ويعرف الأحاديث ويؤدي الفرائض، وكل الناس تشهد له بسعة العلم، ولا يقل عن زوجك دراية ومعرفة. يا أمي، ليس هناك من ينكر على ابن داود علمه، ولكنه يضع هذا العلم لخدمة منافع الدنيا وليس ابتغاء وجه الله في الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله. ما الذي جاء بكم اليوم يا أبا يعقوب؟ جئنا نستمع إلى نفيسة العلم. كان الأحد يومكم وهذا يوم أصحاب مالك. أنا لا أرى هذه القسمة ولا آخذ بها. ونحن لا نجلس معكم في مكان واحد. خذ أصحابك وعد يوم الأربعاء. لن أترك مكاني حتى أسمع الدرس، وليست هذه دارك حتى تطردني منها. بل أطردك يا أصحاب مالك، يا أحباب مالك، ألا تسمعون؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلسوا. ماذا بكم؟ يا نفيسة العلم، هذا أبو يعقوب وأنصاره يخالفون ما اتفقنا عليه. قلنا إن لهم يوما يحضرون فيه ولنا يوم،
وها هم يزاحموننا في يومنا. المكان يتسع لكم ولهم، لكننا لا نجالسهم، خاصة بعد أن خاصموا نجم السنة مالك بن أنس، بل وتقولوا عليه. أستغفر الله، بل نجله ونكبره ونحمد له ما قدمه للإسلام والمسلمين. ولهذا تخالفونه وتأخذون برأي أبي حنيفة في بعض المسائل، وتأخذون برأي الليث في مسائل أخرى، ونأخذ عن مالك أيضا بعض ما يراه. بعض ما يراه؟ أستغفرك ربي وأتوب إليك. أتسمعين يا نفيسة العلم؟ معنى هذا أنهم يرفضون البعض الآخر، أتسمعين؟ أسمع ولا أتكلم حتى تسكتوا. ما الذي يغضبك يا أبا عمرو في مخالفة بعض ما رآه الإمام مالك؟ مالك شيخك يا نفيسة العلم، أترضين له الخطأ في بعض ما يرى؟ كان شيخ الإمام مالك يقول: كل يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب هذا المقام، ويشير بيده إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. كان يقول هذا تواضعا، ولكن الصواب له وجه واحد، وما عداه زلل أو خطأ. ليس الأمر كما تقول يا أبا عمرو. يا نفيسة العلم، دعيني أطرح مسألة واحدة تؤكد ما أقول. إمامنا مالك لا يرى الزكاة في حلي المرأة مهما بلغت قيمتها، وأبو حنيفة يرى غير ذلك. إذن لابد أن يكون أحدهما على صواب والآخر على خطأ، أليس كذلك؟ ليس الأمر كما تقول يا أبا عمرو. لقد اختلف 5 من أصحاب رسول الله حول نصيب الميراث لكل من أم وأخت وجد. ابن مسعود وزيد وعلي وعثمان وابن العباس، وقال كل منهم رأيا يختلف عن الآخر، فلو جعلت واحدا منهم على صواب لكان الأربعة الآخرون مخطئين، ولخالفت بذلك قول جدي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. هكذا أحدثه، ولكنه متعصب لمالك ولا يرى صوابا إلا معه. إياكم والتعصب، وليعذر أحدكم أخاه إذا اختلفتم في الرأي، وإياكم والغلو في الدين، ولا تقولوا على الله إلا الحق. متى تنتهي دارنا على ضفة الفرات؟ سوف تنتهي بعد شهر واحد. سوف أختار ما يلزمها من أثاث ورياش حتى نقيم بها أول ما ينتهي البناء. لا يضر، بل علينا أن ننتظر بعض الوقت. نحن بحاجة إلى المال في يدنا حتى تنكشف الأمور. أي أمور؟ أوقع شيء بينك وبين ابن مويس؟ خاف أن يقع الشيء لأصحابنا جميعا. هناك من يوغر صدر الخليفة علينا ويدفعه للإيقاع بنا. تقصد ابن حنبل والشافعية وغيرهما من أصحاب الحديث؟ إنهم يتهموننا بإفساد هذا الدين، والله يعلم المفسد من المصلح. ما هذا بالأمر الجديد؟ الجديد يا ضرة أن واحدا من رجالنا يعمل في ديوان الخلافة قال إن الأمين ينوي أن يبطش بأصحاب الكلام، إنه يرانا أقرب إلى أخيه المأمون بالفكر والاتجاه، وهو يعرف أن شيخنا أبا الهزيل العلاف هو معلم المأمون وصاحب التأثير عليه. لا تدع التشاؤم يغلبك. لو أراد الأمين أن يبطش بكم فلماذا يسكت عنكم وهو الخليفة صاحب الأمر والنهي؟ شغله عنا الاستعداد للحرب مع أخيه المأمون،
فقد قال لجلسائه منذ أيام: أول ما أنتهي من المأمون سوف أتقرب إلى الله بالقضاء على أصحاب الكلام، فتكون نهايتنا. وما أدراه أنه ينتصر على المأمون؟ ولماذا لا ينتصر المأمون عليه؟ فينفتح الطريق أمامكم للدخول إلى مجلس الخلاف؟ أحلم بذلك يا درة، أحلم بذلك، لكن الحلم يختلف عن الواقع. أتعرفين تعداد الجيش الذي يجهزه الأمين لملاقاة أخيه؟ 40,000 من خيرة جنود العراق والشام، بينما جيش المأمون 4,000. دع الأمر لله. لله الأمر من قبل ومن بعد، إنما علينا أن ندبر ونستعد لما ينتظرنا. أول ما يبدأ القتال بين الأمين والمأمون نذهب بعيدا عن العراق، نذهب إلى اليمن مثلا، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. ما هذا يا زينب؟ أصناف من الطعام والفاكهة، لحم طير وأرز وبلح وعنب. من جاءنا بها؟ المرأة طويلة القامة واسعة العينين، جاءت بهذه الأشياء قبل أن تدخل الدرس. هذه المرأة ما جاءت إلينا إلا وتحمل هديتها. كم جاءتك بأسواب ونعال وحلي وأنواع من الحلوى، يبدو أنها شديدة الثراء. لقد طلبت منك يا زينب أن تعرف اسمها ومكانها حتى نرد هديتها. كم سألتها عن ذلك فراوغت، لو وصلت عنادها رددنا عليها هديتها. لا أرد الهدية ولا أخالف جدي محمد عليه الصلاة والسلام، وقد كان يقبل الهدية. الهدية يا زينب تحية، ويقول تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. صدق الله العظيم. ولكن هذه المرأة لا تترك لنا الفرصة كي نرد عليها تحيتها، كأنما تعطي أجرا للدرس كلما تجيء للاستماع إليه. لا أقابل إحسان الناس بسوء الظن بهم، ربما أرادت من هذه الهدايا مزيدا من الحب والود. لا تعاودي سؤالها عن شخصيتها، وعندما ينتهي درس اليوم اتبعيها إلى مكان إقامتها، وهناك ستعرفين عنها كل شيء. أفعل إن شاء الله. زينب، خذي هذا الطعام واذهبي به إلى الفقراء والمساكين. ألا تستبقين لنفسك شيئا؟ ليس في دارنا غير لقيمات من الخبز مبللة بالخل. تكفينا يا زينب، أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. صدق الله العظيم. ما هو طرف أن تذوق مرة واحدة شيئا تشتهيه النفس؟ لا أحب أن آخذ ما ليس لي. هذا الطعام حق للفقراء والمساكين، أرسله الله إليهم على يدي، فخذيه إليهم. زينب، إذا اشتهت نفسك شيئا منه فخذي ما تشائين. كيف أقبل على أطايب الطعام وحفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقنع بالخبز والخل؟ لا والله، لأكونن مثلك في الدنيا حتى أكون قريبة منك في الآخرة. خلعني من ولاية العهد ووضع ولده موسى بدلا مني. انكشف أمره وبانت نواياه، وما عاد مجال للخداع والمصانعة. من الساعة لا طاعة للأمين، لا أحد يدعو له في مساجد خراسان، ولا تضرب العملة باسمه. سيكون الدعاء لك، أنت أمير المؤمنين. هذا أمر يحتاج للمشاورة.
بل يستلزم الحزم. متى خلعته فليس لك أن تترك الخلافة بدون من يقوم عليها. الإمامة لابد منها، يعمل تحت ظلها المؤمن ويؤخذ بها للضعيف من القوي، هكذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أود أن أعرف رأي الناس في مبايعتي. ليس في فارس كلها من يرفض بيعتك، إنهم أخوالك، وما أظن أحدا في بقية الأقطار يعترض عليك. ولكن الأمين سيرفض النزول لي عن الخلافة وسيعلن للعامة أنني خارج عليه. عندئذ تخرج جيوشك من فارس إلى العراق لتنزع الأمين وتضعك مكانه. هي الحرب إذن؟ لا مفر منها؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، صدق الله العظيم. ما كنت أحب ذلك ولا أرضاه يا ابن سهل، ولكن الأمر ليس على ما نحب. من أبرع من يستطيع قيادة الجيش الذاهب إلى العراق؟ هرثمة بن أيمن، إنه عربي الأصل، وحينما يحارب العرب في العراق لا يقال إنها حرب بين العرب والفرس. أحسنت الرأي يا ابن سهل، ولكن المهم براعته في قيادة الجيش والحرب. إنه داهية ماكر، شجاع جسور، ترجح كفته في كل جانب على ابن ماهان قائد جيوش الأمين. مولاتي الملكة زبيدة، لو أرسلت إلي لجئت إليك في القصر. ما أحببت يا ابن ماهان أن أعطلك عن الاستعداد للحرب. ما يمنعني شيء عن الاستجابة لمولاتي. ربما يكون مجيئي إليك يحمل معنى الاهتمام بما أطلب منك. لك ما تطلبين يا مولاتي. أريد أن أوصيك به قبل أن تخرج للقتال. لست بحاجة إلى وصايا، فالأمين هو خليفة المسلمين وهو ولي نعمتي. المعركة يا مولاتي لن تطول أكثر من بضع ساعات. ما أردت أن أوصيك على ولدي الأمين، إنما أردت ولدي المأمون. عندما يقع في يدك إياك أن تمسه بالسوء. سأأخذه إلى الخليفة يفعل به ما يراه. عندما تقوده إلى الأمين لا تنسى أنه ابن الرشيد، عليك أن تعطيه حقه من التكريم. إياك أن تجيبه بما لا يليق أو تترك جندك يعاملونه بما لا يجب. عجيب أمر مولاتي، لقد حسبت أن ولدك الأمين هو ما يشغلك. الأمين والمأمون ولداي يا ابن ماهان. هو من كتاب الله والسنة المهتدى.